بالي حزينة جداً ووحيدة خالص. كان هيبقى هايل لو كان في حد قاعد معاها. طيب يا ترى إيه هي اختياراتنا؟ خلينا نشوف. مش وحش لكن مش نوعي خالص، ولا ده برضه، ولا ده برضه اللي أنا محتاجاه. يا إكس، مين هيعوز ده؟ ليلتك سعيدة يا سيدتي الجميلة. آه ليلتك سعيدة. ممكن أبوس إيديك الجميلة؟ أيوة طبعاً. هو أنا أقدر أقول لك لأ؟ آه لا، ده مش حلو خالص. يا إكس، تحب نتعشى سوا؟ لا مستحيل، يلا امشي بسرعة. آه فعلاً، إيه الكابوس ده؟ هو أنا مش محظوظة قوي كده؟ أنا كنت فين؟ أعذريني لو سمحتي. إيه تاني؟ الوردة الجميلة دي ليكي. آه دي جميلة جداً. أوبس، أنا وقعتها. أنا عبيطة جداً. امشي اجري، مش قادرة استحمل خلاص، ده رهيب. حذري مين يا جميلة؟ الوحش. هو ده أنت؟ أخيراً قدرتي تقوليها؟ لا، يا ترى ده هيخلص إمتى؟ امشي من وشي. أنا ماشي حالاً. أنا قلقانة جداً الأيام دي، أنا على آخري دايماً. أظن إن عمري ما هخرج في ميعاد. آه مين المثير ده؟ مين ده؟ ده متوحش جداً. هاي هلو، إيه رأيك في شوية قهوة؟ آه أكيد أنت رقيق جداً. ممكن أمسك إيدك الجميلة؟ آه ده حلو جداً، أفتكر إني بحبك. رابنزل بتواجه مشاكل كتيرة جداً مع شعرها الطويل. هلو أنت هنا؟ أيوة أوكي أنا جاية لك. هاي أنا هنا علشان أستلم طلبي. أربطي الطلب في شعري. هاي أنت، أكلك أهو، أربطه في شعرك؟ أوكي هعمل كده. واو الشعر ده مدهش، ده جميل. كله تمام، ممكن ترفعيه؟ إيه الفكرة الهايلة دي؟ آه شكراً، ممتاز. باي. ده لذيذ، لذيذ جدا، هايل، اللي انا عاوزه بالظبط. اوه اظن اني نمت شويه. اوبس نامي يا كيتي، انا مش هزعجك. يا ترى ازعج القطه ولا اوضب شعري؟ الاختيار واضح، هو ده، هترتاح جدا حالا. ايه القطه الصغيره الحلوه دي؟ مولان عمرها ما بتفوت تمرين أبداً. آه لا، أظن أنا اتأخرت على ميعادي. أنا لازم أتحرك بسرعة. ها، أنت فهمتني؟ أنا هشرح لك. لا، أوعى تلمسه، ده كتابي. نظارتي، رجعها لي. ودي تخصك؟ يبقى خدهم مني. هاي، أنت بتحاول تتخانق؟ أوف، في حد محتاج للمساعدة تاني، لكن أنا متأخرة جداً. أوكي، أنا مضطرة أساعده. هاي هاي خليه يمشي. ايه انت عاوزه ايه يا بنوته؟ كملي طريقك، ما تضايقيش الرجاله اللي زينا. ممكن نتكلم؟ اه لا دي بتوجع، سيبيني يا غريبه انت. اظن دي نظارتك. اه شكرا ليكي، انت وصلتي في الوقت المناسب. هي فين يا ترى؟ هستناها لحد امتى؟ اه انا اسفه، انا جيت باسرع ما يمكن. في ايه يا مولان؟ انت شكلك غريب شويه. اه انا اسفه يا بيبي، ثانيه واحده. اوكي انا جاهزه، يا ترى عجبتك؟ واو انت جميلة، مش قادرة انطق. انت كنت فين طول الوقت ده؟ كنت بعلم درس المتنمر وحبه. اه يا مولا انت مدهشة. اريال بتحب الرقص، بتحلم انها تكون باليرينا في يوم من الايام. اه ده اصعب مما تصورت، الحركات اصعب بكتير ما بتبان، في حركات مختلفة كتيرة قوي. مش ممكن استسلم، انا اقدر اعملها كلها. أفتكر كده حلو جداً، أنا أكيد قدامي فرصة. آه أفتكر ده وقت إني أخد بريك صغير. أنا تعبانة جداً، ما كنتش فاكرة إني هنجح كباليرينا. لكن مش معنى إنها مش شاطرة في الباليه إنها مش هتقطع الدنيا فوق ساحة الرقص. يلا ارقصوا معايا، فرقعوا الدنيا. بصوا أنا ممكن أعمل إيه، بريك دانسينج عروسة البحر. أهو ده هايل، أريال بتولع الدنيا، حاجة تتعب. يلا ورينا بتعمليها ازاي، دي حاجة عمركم ما شفتوها قبل كده أبدا. هو فين؟ أنا مش بحب الانتظار. ممكن أساعدك؟ عندك مانع تسلفيني مريالتك؟ أعذريني مريالتي؟ دي اللي أنا محتاجاها. ممتاز، دلوقتي هننظف المكان ده. أهو الكاسات دي مش نظيفة خالص، ده مش كويس. أعذريني، إيه اللي بيحصل هنا؟ طلبت مني ماريالا، أنا كمان مش فاهمة.
هنا يا بيبي. يا لكن انت بتعملي ايه هنا؟ سندريلا سيب الفوطة دي مكانها دلوقتي حالا ورجعي للبنت مريالتها. مان الموضوع كان بدأ يبقى مثير. في حاجة غلط تاني في السجادة دي. أنا كم مرة لازم أصلح الخردة دي؟ كده أوكي، أنا هخلي شكلك هايل. شايفة؟ إحنا هنغسلك مش أكتر. خلاص، كده بقيتي حلوة ونظيفة. إنتي بقيتي مش نظيفة كده إزاي؟ غريبة قوي، هم الناس بيعجبهم إيه في حتة معدن؟ طيب خلصنا، دلوقتي هنطير بسعادة للأبد. واهو! أوه سنو وايت، كنت نايمة لمدة طويلة. طب أوكي، هنفكر في حاجة. آسف، ده دوري. أوه أيوة، طبعاً، تعال ادخل، أنا لازم أجهز، كله تمام، تمام. يلا بينا نبدأ. أعذرني، يايا، لازم تدفع تمن البوسة. أيوة طبعاً، اتفضل أهو. الشغل معاك يساعدني. يا قزم بسرعة ساعدني، أنا عاوزة أقوم. أنا تقريباً اتخنقت. بص زبون تاني، يلا بينا. مساء الخير، ممكن أحاول أصحي الأميرة؟ أيوة طبعاً. أظن كده بقى أوكي. اتفضلي، دي شكلها مش نافعة. طيب أنت عملت اللي عليك. أيوة طبعاً، اتفضل فلوسك كله ليك. حظ سعيد. باي يا وسيم. بجد؟ ده مش كفاية، احنا محتاجين أكتر. بص في حد جاي. هلو، خد دول. لو سمحت ده كل اللي معايا. تعال، ده يا دوب تكفي إنك تبوس إيدها. شكرا ليك، أنت كريم قوي. سنو وايت اصحي. واو، دي فلوس كتيرة، بقينا أغنية. شغل هايل. إيه اللي أخرها قوي كده؟ هي ممكن تفضل هناك وقت قد إيه؟ أنا مش قادرة أستحمل. مين اللي محبوس هناك؟ ده سخيف. هاي إلسا، ده طابور، ممكن تدخلي بعدية. يا ترى هنستنى لحد إمتى؟ ده رهيب قوي، الأميرات مش متعودين إنهم يصبروا. أنا عندي فكرة، اتفضلوا كده أحسن. أسفة، مفيش قدامي اختيار تاني، مش عارفة أعمل إيه يا إلسا. اسمعي صوت قلبك يا صاحبتي، كل حاجة هتبقى تمام. مش عارفة بجد قلقانة، أنا بسأل يا ترى ده هيخلص إمتى؟ وبس، نظارتي اتغبشت. إلسا ممكن تساعديني؟ أيوة طبعاً، أنا هنضفها لك حالاً. أوكي كده بقت حلوة، كله واضح. وبس، أنا بتهيألي زودتها شوية صغيرين. ليلة هايلة، أنت بتعملي إيه يا سندريلا؟ بصنف حبوب السكيتلز، أنا مش بحب الفوضى، كل حاجة لازم تكون في مكانها. يا حبيبي الوسيم حبي، أنا ممكن أفضل أبص عليه طول اليوم. أنا جيت أهو، أتمنى ما كنتش اتأخرت، أنا كنت مستعجلة، في حاجات كتيرة تتعمل، كل الناس عاوزين يتخانقوا. هي مولان، خلي بالك، أنت بتعملي إيه؟ أنت طبعك وحش قوي كده ليه؟ في إيه؟ أنت بوظتي كل حاجة عندي. بصي على دي، اتفضلوا، أنا عملت لكم حاجة حلوة، المفروض تبقى لذيذة، جربوها، كانت هتبقى أحسن لو شويتوهم شوية كمان. جدا، يلا نعمل كده. اوكي بقت جاهزة، ممكن تجربوها؟ واو دي هايلة، انت طباخة شاطرة جدا، دي لذيذة. ايوة انا مش قادرة انطق، عاوزين تستمتعوا شوية؟ يلا اضربيها. ايه رأيكم في الحياة اليومية للأميرات؟ يا ترى مين اكتر واحدة عجبتكم فيهم؟ عرفونا في التعليقات، اعملوا لايك للفيديو، اشتركوا في قناتنا، واضغطوا الجرس عشان ما تفوتوش اي سيناريوهات من ترام ترام سلاح.